بالنسبة لمراقبي من الواضح أن نتنياهو ومن خلال هذه الممارسات وهذه الانتهاكات لقدسية الحرم القدسي الشريف والاقتحامات التي استؤنفت هذا النهار بعد 3 أسابيع من منع دخول المستوطنين من باب المغاربة أو اقتحام المستوطنين من باب المغاربة، هو يريد أن يوصل رسائل ربما في اتجاهين أو في مسارين. الاتجاه الأول هو أن هو لليمين الإسرائيلي الذي هدد نتنياهو بأنه لن يكون ضمن معادلته السياسية وائتلافه السياسي الموجود حاليا وسط الأزمة الحكومية المستمرة وعدم انتهاء مهلة يائير لبيد زعيم المعارضة بتشكيل الحكومة. هو يريد أن يطمئن اليمين الإسرائيلي، هو يريد أن يقول لهم أنه لن يلبي ربما المطالب الفلسطينية بعدم اقتحام المسجد الأقصى أو انتهاك قدسية هذا المكان من جانب، ومن جانب آخر هو يوجه رسالة للفلسطينيين بأنكم لم تحققوا شيئا وأن الاقتحامات ستستمر.